هنيئا لحسناء السعيدي، وشكرا للوالده على تفضلها بالحضور، وهنيئا لفاطمه ادعداع، وشكرا للسيد باشا المدينه الذي سيتفضل معنا ليسلم هذه الجوائز وهذه الكؤوس على مستحقها، وتشجيعا من السلطه. وهذه هي المقاربه التشاركيه، سلطه وفعاليات مجتمع مدني. شكرا للسيد باشا على تفضلكم مره اخرى بالحضور في هذه الامسيه الرائعه، تصفيقات لبناتنا وفردات الاكباد. شكرا. نمر الى رياضه اخرى، هي رياضه ذهنيه. نادي امل تيزنيت للشطرنج، وانادي على السي مختار امحدور. السي مختار امحدور رئيس جمعيه تحدي الاعاقه، مشكورا، يتفضل ليسلم مره للجميع. يلا الاخوان والاخوات، جمعيه المستقبل الرياضي للكره الطائره، جائزه التفوق لاحتلال الرتبه الثانيه في البطوله الوطنيه للكره الطائره المنظمه من طرف الجمعيه الملكيه بمدينه مراكش خلال شهر مايو 2015، فريق الكبار. جائزه التفوق لاحتلال الرتبه الثالثه في بطوله عصبه السوس ما صدر عن المنظمه بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للمراه خلال شهر مارس 2015 بمدينه اكادير. والسيد رئيس الجمعيه، جمعيه المستقبل، يتسلم هذه الكؤوس من يد الاخت الهام العريبي عفوا، سهام العريبي، تسلم الكأسين، كأس فريق الكبار الذي احتل الرتبة الثانية في البطولة الوطنية للكرة الطائرة، وفريق الإناث كبار الذي احتل الرتبة الثالثة في بطولة عصبة السوس ما صدرعة. شكرا يا سهام، شكرا. النادي الرياضي رجاء تيزنيت فرع كرة القدم، هذا التقدير والميداليات عربون محبة، عربون تقدير وتشجيع لهؤلاء الأبطال. ونادي كذلك تلو مدينتهم، مدينة تيزنيت، أحسن تمثيل. صفقات حارة الإخوان والأخوات، لكن عزتهم أباك السحور. هنيئا لفريق جمعية أمل تيزنيت لمدرسة كرة القدم. هنيئا للسادة المؤطرين والمدربين. الشباخ، وشكرا للسي نجار، وشكرا للسي بهي، الجهودات التي تبذلونها جمعية إن شاء الله نتمنى لها مستقبلا. جائزة التفوق والحصول على الميدالية الذهبية بالدوري الوطني مولاي الحسن للتيكوندو المنظم بتشيرا تاريخ 3/5/2015، والميدالية الفضية في البطولة الوطنية في رياضة التيكوندو عفوا المنظمة بولاية تيمة بتاريخ 11/1/2015. ونادي على الأخت سامية العبوب. سامية العبوب هنيئا لك يا بطلة. ونادي كذلك على ياسمين التاقي، جائزة التفوق والحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الوطنية في رياضة التيكواندو المنظمة بولاية تيمة 11/1/2015. ياسمين التاقي. ونادي على كريمة أخدوج، جائزة التفوق والحصول على الميدالية الفضية في البطولة الوطنية في رياضة التايكواندو المنظمة بولايتها بنفس التاريخ. ونظيرة جوهر الحاصلة على الميدالية النحاسية في الدوري الوطني مولاي الحسن للتايكواندو المنظم بتشيرا 3/5/2015. ونادي على الأخ المحترم سي حفيظ جعوفي
ليسلم هذه الميداليات وهذه الشهادات على المستحقات وعلى هذه البطلات. انا كنشوف هنايا براهم صغيره ان شاء الله بطلات سترفعنا راسنا في المنتديات الرياضيه الدوليه بحول الله. ايوا ما يستاهلوش شي تصفيقات حاره من عندكم. انت هو سيدي ايوب هنيئا لك ما شفتها من خلال باباك موسيقي ورياضي. شكرا سيدي حبيب وهنيئا للسي ايوب بدر الهداف 14 هدف. بحرارة كرة الطائرة وجمعية مولودية تيزنيت تتسلم مليكة زين مليكة 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 أنا أنا بجمعة جورار مبارك العبد اللهوي رشيد الباهي معاذ الانوار المحفوظ الباهي. هنيئا السي جوراغ والفريق كله فريق اتحاد الرياضي امل تيزنيت وانادي على السيد ندير مدرسة لالا مريم وشكرا للفريق الذي